الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعودنا في مثل هذا الوقت من كل عام ومع نهاية الموسم، وبالتعاون بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم العالي أيضا، نقوم بنقل واعتماد النتيجة النهائية للثانوية العامة وما في مستواها للعام الدراسي 2015-2016 بحضور ورعاية معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى، وكذلك بحضور الدكتور هيثم الأثري وكيل وزارة التربية رئيس عام الامتحانات، وكذلك الأستاذ سعود الحربي وكيل مساعد للبحوث والنائب الأول لرئيس امتحانات الثانوية العامة القسم العلمي، وكذلك الأستاذة فاطمة الكندري الوكيل مساعد للتعليم العام والنائب الأول لرئيس امتحانات القسم الأدبي والمعهد الديني. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وسعداء بهذا اللقاء. وقبل أن نبدأ اليوم، هذه كلمات أهداها طلبة الكويت لهذا الوطن وقائد الإنسانية وقائد الوطن، يقولون فيها: لك يا كويت قد اجتهدنا جهدنا، وإليك وحدك قد وهبنا الأعينا، أنت الرؤوف بنا يا أمنا، فبغير حبك ما بلغنا ها هنا، وبغير حبك يا أبانا لم نصل، فأنت صباح شمسنا وصباحنا، نهديك منا أسمى آيات المنى، وإليك نهدي يا عطوف نجاحنا، أبناؤك أبناء طلبة الكويت. شكرا لأبنائنا الطلبة على هذا الهداء وأهداءهم الجهد هذا لهذا الوطن ولقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. إذن في البداية، ونحن نعيش هذه الأجواء وفرحة الجميع وحضور أركان الوزارة وكل العاملين في وزارة التربية، يسعدنا في البداية أن نرحب بمعالي الوزير الدكتور بدر حمد العيسى وزير التربية وزير التعليم العالي، وأيضا وهو يعتمد النتيجة، ومن ثم كلمة قبل أن نبدأ هذا التجمع المبارك. تفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بكم في هذا اليوم المليء بالأمل والتفاؤل لإعلان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، التعليم الحكومي والتعليم الخاص أيضا، والمعهد الديني العام الدراسي الحالي 2015-2016. وفي هذه المناسبة السعيدة التي توافق هذا العام قرب حلول شهر رمضان المبارك، أتوجه بالتهنئة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والهيئة التعليمية والإدارية في المدارس وديوان الوزارة، عاملا أن يكون شهر خير وبركة وسلام للكويت والأمتين العربية والإسلامية. كما يسعدني توجيه الشكر لجميع العاملين في كنترول الامتحانات لجهودهم المخلصة التي داب عليها النهار والليل للوصول إلى هذه النتيجة. وأحرص بهذه المناسبة الهامة أيضا توجيه الشكر لجميع الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات في هذا العام الدراسي وأولياء الأمور المهتمين بمتابعتهم وتوفير البيئة المناسبة للاستذكار وتأدية الاختبار، وداعيا الله تعالى أن يكون النجاح والنتيجة التي يحصل عليها كل مجد ومجتهد. وأعلن لكم أن نسبة النجاح لامتحانات الثانوية العامة الدراسي العام الدراسي الحالي 2015-2016 بلغ على الطلبة المقيدين في القسم العلمي 18224 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 87.26%. بلغ عدد الطلبة المقيدين في القسم الأدبي 15234 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.3%. وبلغ عدد الطلبة المقيدين في المعهد الديني 1064 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 78.9%. نهنئ كل الناجحين والناجحات لهذا العام، وهذه طبعا نعتبرها هدية لشهر الفضيل وأيضا هدية للعيد، وتهانينا لأولياء الأمور بنجاح أولادهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح أيضا في دراساتهم الجامعية. شكرا لكم. الآن نبدأ في إعلان الأسماء العشر الأوائل، ورح نبدي من العاشر إلى الأول. قسم العلمي، نبتدي في القسم العلمي.
عندنا الطالب اللي هو في المرتبة العاشرة هشام أشرف أبو النصر محاسن موسى، وبلغت نسبته من مدرسة مالك أنس بن مالك للبنين الثانوية للبنين نسبته 99.82. التاسع العلمي محمد مصطفى محمد السعيد مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة بلغت نسبته 99.83. الثامن أو الثامن مكرر محمد أشرف محمد أحمد علي مدرسة الفيحي الوطنية الأهلية الثانوية للبنين المشتركة نسبته بلغت 99.83. السابع شروق السعيد محمد منصور المرسي الفروانية الثانوية للبنات بلغت النسبة نسبتها 99.84%. السادس خالد عبد النبي عارف عبد الحليم عارف مدرسة أنس بن مالك الثانوية للبنين بلغت النسبة 99.84. الخامس محمود حسام عبد الله محمد عوض الله مدرسة المباركية الثانوية للبنين بلغت النسبة 99.85. الرابع عائشة السيد عبد القادر مصطفى مدرسة النهضة الثانوية للبنات بلغت النسبة 99.85. الثالث يوسف أسامة أبو الفتوح إسماعيل مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية للبنين المشتركة بلغت النسبة 99.86. الثاني آية محمود شحاتة مدرسة سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات بلغت النسبة 99.86. الآن راح يكون معانا اتصال مع الأول على الكويت القسم العلمي. معك. ألو. 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 تفضل. ألو. جاري الاتصال طبعا بالطالب. الطالب اللي حصل على المركز الأول على مستوى الكويت في القسم العلمي هو طالب محمد كمال مكين سرور في مدرسة الرفع النموذجية الثانوية للبنين المشتركة وبلغت النسبة 99.93. نعيد مرة ثانية دكتور بس الأول نعيد مرة ثانية الاسم فاز بالمركز الأول على مستوى الكويت محمد كمال مكين سرور مدرسة الرفع النموذجية الثانوية للبنين المشتركة نسبته 99.93. نتمنى نقدر نتواصل معه عشان نهنيه في هذا النجاح الباهر. يستاهل لأن تلفونه مشغول دكتور قاعد تصلون فيه مشغول دكتور. نعلن النتيجة اللي بعدها هذا دكتور عشان تصير الثانية فيها أحسن. أيضا نعلن نتائج الطلبة الكويتيين الأوائل العشر الأوائل في القسم العلمي. عندنا العاشر ريم يوسف سليمان سنين مدرسة فاطمة الصرعاوي الثانوية للبنات بلغت نسبتها 99.26. التاسعة في خالد عبد الرحمن العوضي مدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية للبنات وبلغت النسبة 99.31. الثامن مريم داود سليمان الفرحان مدرسة 25 فبراير الثانوية للبنات بلغت نسبتها 99.32. السابع نهاد طارق فهد الفريح مدرسة النير الأحمد الجابر الصباح الثانوية بنات نسبتها بلغت 99.38. الخامس علي حسين محمد موسى الهلال مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية للبنين المشتركة
بلغت النسبة 99.40. الخامس ريم أيمن خالد رويشد، اليرموك للبنات الثانوية للبنات، بلغت النسبة 99.40. الرابع عبد الرحمن خالد عزيز المطيري، أنس بن مالك الثانوية للبنين، بلغت النسبة 99.42. الثالث الحين اتصال دكتور، اتصال مع الدكتور. مع ألو ألو اتصل في الله، تفضل مع الوزير. ألو تفضل. الثالث دلال سعد فهد العجمي، أنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية للبنات المشتركة، وبلغت نسبتها 99.48. ونحاول مع الثانية. حاول تلفون يقولون على الخط. ألو نحاول مع دلال. ألو السلام عليكم. ألو ألو دلال. أي نعم. شلونك يا دلال؟ الحمد لله شاكر. سمعتي عن نسبتك ولا عن نجاحك ولا بعد؟ لا للحين. للحين؟ للحين. ألف ألف مبروك، أنت الثالثة على الكويتيين بالقسم العلمي. الله يبارك فيك. وبلغت نسبتك 99.48. الحمد لله الحمد لله. وإن شاء الله ناوية تروحين طب بشري إن شاء الله. طب بشري؟ إيه. بالكويت ولا برا الكويت؟ والله الحين ما قررت حسب الظروف. من اللي يمك، أبوك ولا أمك؟ لا كلهم دوامات كانت بروحي. بروحك قاعدة؟ إيه. الحين اتصل فيهم وبشريهم بهالخبر هذا. إن شاء الله. ألف ألف مبروك، كل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك وأنت بصحة وسلامة. حياك الله. ناخذ الاتصال الثاني. إي نعم، الاتصال اللي بعده. نكمل نعلن النتيجة. الثاني محمد عبد الله علي الملة من مدرسة عبد الله العتيبي الثانوية للبنين. بلغت نسبتها 99.52. راح يكون معانا الاتصال. اتصال ثواني بس، ثواني بس نعيد الان اللي قلناه. الثاني على مستوى الكويت القسم العلمي او الاول الثاني من الكويتيين محمد عبد الله علي الملة مدرسة عبد الله العتيبي الثانوية للبنين، نسبته 99.52. اللي بعده دكتور، لان الاول مع اتصال. اتصال معنا. اتصال مع منو؟ محمد الاول. اول. الو 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 من معي؟ دانا. اي نعم. مساء الخير يا دانا. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله زينه. سمعت عن نتيجتك ولا بعد؟ لا للحين. للحين؟ ايه. منو معاك بالبيت؟ بروحك ولا معي أمي وأبوي؟ معك أمي وأبوك. البشريهم بأنك أنت الأولى على الكويتيين. الله يبشرك بالخير. ونسبتك 99.53. إي مشكور. بس مشكور؟ لا ما أدري، ما أدري إيش أقول. تعطيني أمك ولا أبوك؟ أمي. أهدي نجاحي أول شيء، أشكر ربي عليه عشان ما ضيعت عادي، وأهدي نجاحي حق سمو الأمير ولي العهد ألف التربية. ألف مبروك. بالمناسبة أنا كنت عند سمو الأمير. ما أنسى دورها، كانت واصلة معي بكل شيء. كنت عند سمو الأمير قبل الله آتي المسرح ويزف تهانية للطلب أبناء وبناته الناجحين والناجحات. الحمد لله. وبلغني ان زفت تبريكات لكم، وان شاء الله الله يوفقكم في دراستكم الجامعيه. ان شاء الله. مشكور. اجمعين. شكرا. تعطيني كلمه امك ولا ابوك؟ ايه امي. ايه كان يا امي. الو هلا. مساء الخير. هلا مساء النور. هلا والله. الف مبروك على دانا. الله يبارك حياتك وحصولها على المركز الاول بين الكويتيين. ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاكم الله الخير وما قصرتوا. وين ناويه تدرس دانا؟ ان شاء الله. طب ان شاء الله. طب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يوفقها ان شاء الله ويبلغك فيهم ان شاء الله. جزاك الله خير. ما قصرت. شكرا شكرا. مع السلامه. نعلن اسمها دكتور لان ما قلنا اسمها. اسمها دانا ابراهيم احمد الكندري، مدرسه اميمه بنت ربيع الثانويه البنات، نسبتها 99.53. ننتقل اللي بعدها دكتور.
ننتقل إلى القسم الأدبي. أدبي. العشر الأوائل على الكويت، نبتدي من العاشر. هايدي محمد، محمد يوسف، النهضة الثانوية للبنات، نسبة 98.073. التاسع رنا أشرف السيد أبو العز القط، النهضة الثانوية للبنات، 98.38. الثامن روان عبد العزيز محمود محمد شومان، مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية للبنات المشتركة، ونسبتها 98.46. السابع سارة محمد كامل محمد السالمية الثانوية للبنات، والنسبة 98.58. السادس لبنى عادل محمد صبري، النجاة الأهلية الثانوية للبنات المشتركة، والنسبة 98.59. هالة أحمد جواد، عند الاسم هذا أحمد جواد عدل، هالة أحمد جودة، هالة أحمد جودة أحمد، الفروانية الثانوية للبنات، والنسبة 98.64. الرابع نورهان حسن حامد سليمان، الروضة الثانوية للبنات، والنسبة 98.73. الثالث ممكن نجد اتصال معه، ما في مو ما في اتصال. الثالث طيف دعيج عبد الله الركيبي، أميمة بنت ربيع الثانوية للبنات، والنسبة 98.80. الثاني فاطمة عيسى بهزادي، مدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية للبنات، والنسبة 98.90. في معنا اتصال مع الأول على طول لسه. والأولى على الكويت فجر مساعد محمد الزامل، جمالة بنت أبي طالب الثانوية، ونسبتها 99.61. أعيد الاسم مرة أخرى، الأولى على الكويت في القسم الأدبي فجر مساعد محمد الزامل، مدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية للبنات، ونسبتها 99.61. ألف مبروك. الأولى على الكويتيين على مستوى الكويت، على مستوى الكويت وعلى الكويتيين. نعم. اللي بعده دكتور. اللي بعده ناخذ العشر الأوائل من الكويتيين على القسم الأدبي. العاشر على مستوى الكويتيين ليلى يعقوب طاهر الدلال، مدرسة سعاد محمد الصباح الثانوية للبنات، ونسبتها 97.57. التاسع أو الثامن مقرر نوف حسين علي العنزي، مدرسة حواء بنت يزيد الأنصارية الثانوية للبنات، ونسبتها 97.60. والسابع والثامن مكرر آلاء فاضل حاجية علي صغير، مدرسة بيبي السالم الثانوية، والنسبة 97.60. السادس مريم نايف، مريم نايف معيبر الظفيري، مدرسة ريطة بنت الحارث الثانوية بنات، والنسبة 97.64. السادس سارة عبد الله محمد الفويض الهاجري، مدرسة لطيفة عبد الرحمن الفارس الثانوية للبنات، والنسبة 97.64. الخامس دلال يوسف أحمد حسين، مدرسة الطاهرة بنت الحارث الثانوية للبنات، ونسبتها 97.70. ما شاء الله كل بنات لحد الآن. الرابعة حنين عبد الله رمضان الكندري، ماريا القبطية الثانوية للبنات، ونسبتها 97.81. اتصال. في اتصال مع مع الثالث. ألو. 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 يا ريت تسمعونا من التلفون من التلفزيون. تفضل دكتور. ألو. ألو. ألو ممكن أكلم عائشة؟
الو تفضل. من معي؟ عائشة. الو عائشة معي؟ ايه مساء الخير. أنا... عائشة عرفت نتيجة ولا بعد؟ لا لا الحين. ده الحين شلون كان تقديمك في الامتحان؟ هلا شلون كان التقديم في الامتحان؟ الحمد لله تمام. امتحانات كانت سهلة؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. ألف ألف مبروك، أنت الثالث على الكويتيين. شكرا لك الحمد. هذا من فضل ربي وبركة دعاء الوالدين الحمد لله. الحمد لله. ونسبتك 97.92. الحمد لله. من الحمد عندك لله. من عندك يا عائشة؟ عندي أمي. أتيبك. أكلم أمك؟ كان شاء الله. طالب عائشة محمد خلف الفضلي من الفرمانية الثانوية للبنات. ألو. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. من معاي؟ أم عائشة. أيوة أم عائشة. ألف ألف مبروك على عائشة لحصولها على الثالثة على الكويتيين. يبارك بعمرك يبارك بعمرك. الحمد لله ربي لك الحمد ربي لك الحمد. هذين بناتي ثروتي بالدنيا. وأكيد الحمد لله. أكيد الحمد لله. وأكيد أنت سهرتي معاها في المذاكرة و وعانيتي جهدها والله جهدها. أنا كان علي التشجيع والتوجيه وربي لك الحمد ربي لك الحمد وفقني فيهم شهد العام وعايش السنة. اللهم لك ربي لك الحمد. ألف مبروك. ما قصرت وعساكم على القوة. وش راح تدرس في الجامعة؟ إن شاء الله نية علوم سياسية والله كريم. إن شاء الله تصير علم من أعلام الدولة وإن شاء الله تشوفينا سفيرة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. ربي لك الحمد ربي لك الحمد. ألف مبروك ألف مبروك. يبارك بعمرك يبارك بعمرك. هذه هديتها لك لرمضان الكريم. ما قصرت وما قصرت هي. ربي لك الحمد. ألف شكر. ألف شكر. ألف مبروك. شكرا. السلام. حياك الله. إذن اللي بعدها دكتور ناخذ اتصال آخر. نعم نعم وياك. ألو أحسن. ألو الو معك على الخط. طيف. الو مساء الخير يا طيف. مساء النور. ما حد وصلت النتيجه للحين؟ اي الحمد لله وصلت النتيجه. اي من قال لك انا؟ شلون وصلتك؟ شفتها بالنت. وشنو نتيجتك كانت؟ 98.8. ما شاء الله عليك، انت الثانية على الكويتيين في القسم الأدبي. الحمد لله يا رب. 98.80. 98.80. من معاك يا طيف؟ يا طيف معاك معالي الوزير. الو الو من معاك يمك؟ ابوي يمي. اكلم ابوك ان شاء الله. من معاك؟ كلمي. الو 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 مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا والله. كيف الحال؟ الف الف مبروك على طيف وحصولها على المركز الثاني. الو معك معالي الوزير وزير التربيه. الو الو معك بدر عيسى وزير التربيه. يا هلا مع الوزير حياك الله. كيف هلا والله. الف مبروك على طيف. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. بس شلون حصلتوا على النتيجه قبل ان نعلنها؟ المعلمين كلهم الله يبارك فيك. شلون حصلت على النتيجه قبل الاعلان؟ شلون طال عمرك ما اسمع صوت مواضح شلون؟ اقول شلون حصلت على النتيجه قبل الاعلان؟ والله بالنت وصلتني بالنت. دشينا بالنت. ما ادري عن طريق شركات هذه طلعت لنا النتيجه. وين راح تروح الطيف بالجامعه؟ والله ان شاء الله ان شاء الله كليه التربيه تصير معلمه ان شاء الله. معلمه ان شاء الله. الف الف مبروك وتهانينا لكم. واكيد اكيد انت سهرتوا معاها وهذا نتيجه السهر والمثابره. شكرا لمعلمينا من الروضه للابتدائي للمتوسط للثانوي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لهم الاجر العظيم. الله يرحمهم ان شاء الله ان شاء الله. المبروك المبروك طيف دعيج عبد الله الركيبي من مدرسة أميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات اللي حصلت على 98.80. معنا اتصال آخر؟ لا إعلان على طول. وطبعا الأول اللي هو الفجر مساعد محمد الزامل من جمانة بنت أبي طالب الثانوية للبنات اللي هي حصلت على 99.61. ألف مبروك للجميع. الآن ننتقل إلى المعهد الديني
راح ناخذ الثلاث الاوائل. نبدأ من الثالث. أسماء مرضي راشد العنزي، معهد الديني الثانوي، الثانوي البنات، بلغت النسبة 99.43. ما شاء الله. الثاني أسماء مشعل عبد الهادي الشمري، معهد الديني، بلغت النسبة 99.55. الأول المعهد الديني آلاء نميري أبو خليل عطية، 99.89. ألف ألف مبروك على هذا النجاح المتميز. الآن ننتقل إلى أسماء موجود، أسماء ثاني، أسماء عشر الأوائل الآن. لا الأسماء، أنا قلت الأسماء. لا خلاص نحن الأسماء. الآن الليل. لا خلاص. نعم تفضل. الآن ننتقل إلى أوائل التربية الخاصة للقسم العلمي. نأخذ أول خمس أوائل. الخامس حنان يحيى علي الشطيلي، مدرسة الرجاء الثانوية للبنات المشتركة، وبلغت النسبة 88.77. والرابع سليمان محمد بن سالم بن ثني المعمري، مدرسة الرجاء الثانوية للبنين، بلغت نسبتها 90.16. الثالث حوراء عادل عبد الله المصيليخ، الرجاء الثانوية للبنات، وبلغت النسبة 93.36. الثاني أفنان ناصر يوسف الكندري، الرجاء الثانوية، وبلغت النسبة 94.89. الأول على التربية الخاصة القسم العلمي أمل، مع التلفون. معاي بالتلفون. ألو أمل، ألو تفضل تفضل. ألو أمل، ألو من معاي؟ أمل ألو ألو مساء الخير. مساء النور. معك بدر العيسى من وزير التربية. هلا والله. أنت يببت وعرفت، عرفت النتيجة مو كذي؟ إيه. ألف ألف مبروك يا أمل على حصولك على المركز الأول بنسبة 97.34. الله يبارك فيك. وين راح تدرسين يا أمل؟ أو شو راح تدرسين؟ أهدي نجاحي، أهدي نجاحي لسمو الأمير ولي العهد، وكافو عليك. لك لك كل الشكر والتقدير يا وزير التربية، وأيضا أهدي نجاحي لأمي اللي تعبت علشان تطلع لي هذه النسبة. ألف مبروك يا أمل. من معاك؟ من يمك؟ الله يبارك فيك. من قاعد يمك؟ خالي. أعطيني خالك. ألو ألو جزاك الله بالخير. ألو السلام عليكم. مع الوزير. كيف الحال؟ الله يسلمك طول عمرك. نبارك لك لتفوق أمل على التربية الخاصة وحصولها على 97.34. ولي العهد وإلى معالي الوزير. نعم. وإلى مدرسينها ومدرساتهم. وأكيد طبعاً تتعبتوا معاها بالمذاكرة والسهر والمعاناة عشان تحصل على هذه النسبة المرتفعة. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على النتيجة الطيبة. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وتهانينا، تهانينا لكم بشهر المبارك. وياك إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. ألف شكر. مشكور. ننتقل إلى أيضا كشف الطلبة الأوائل للتربية الخاصة للقسم الأدبي. نأخذ أول ثلاثة، الثلاثة الأوائل. الثالث مشاري
دبيان عوض المطيري، ديبان عوض المطيري، مشاري ديبان عوض المطيري، النور الثانوية للبنين، بلغت نسبته 96.72. الثاني ياسر علي سيف الله تركي ويس، مدرسة النور الثانوية، بلغت نسبته 97.25. معنا اتصال؟ معك اتصال. هنا ألو؟ ألو؟ منارة؟ السلام عليكم. عليكم السلام، معك بدر العيسى وزير التربية. أهلا، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أكيد عرفت النتيجة. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. منارة علي عبد الله العنزي، مدرسة النور الثانوية، بلغت نسبتها 97.53. ألف مبروك يا منارة. من معك؟ من قاعد يمك؟ ما حد معك. ما حد معك؟ منو تهدين هذا النجاح له؟ أهدي أول شغلة لأمي ولوالدي الله يرحمه، ولكم أنت وزارة التربية وكل المعلمات اللي ساعدوني أن أنا أوصل على هذا النجاح. ألف ألف مبروك، ألف مبروك، وإن شاء الله نشوفك. وين راح شرح الدرسين يا منارة؟ والله محتارة من كذا في السنة، وإن شاء الله الله يوفق. ما أسمع. محتارة بين كذا شغلة والله يوفق إن شاء الله. محتارة؟ إيه. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نشوفش طبيبة. ولا أنت قسم أدبي، ممكن تفضلين تكونوا محامية. نشوف إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله. آمين يا رب. بالتوفيق. شكرا شكرا، السلامة. إذن بعد أن يعني كانت هذه اللحظات السعيدة والجميلة الرائعة، نسمع كلمة أخيرة من معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى بهذه المناسبة. حقيقة كل التهاني والتبريكات لهذا النجاح والتفوق لطالباتنا وطلابنا في هذه السنة. يمكن السنة كانت أكثر نسبة النجاح من السنة اللي فاتت، وهذا طبعا اللي يعتمد على المثابرة والجد لطلابنا وطالباتنا في هذا الوقت، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام المباركة دائما الناس تتفائل فيها، وهذا التفاؤل يوصل إلى هذا النجاح. نتمنى لهم التوفيق في حياتهم الجامعية الأخرى أو في حياتهم وين ما يعني أرادوا يكملون دراستهم، سواء في الجامعة أو في التطبيقي. ونتمنى للي ما حالفوا الحظ إن شاء الله يحالفوا الحظ في الدور الثاني. وطبعا الوزارة التربية دائما تعمل الكثير من جهودها، و للجهد اللي قامت فيه وزارة التربية والأسر على الوصول إلى هذه النتيجة بسرعة يعني بهذا الوقت قبل رمضان. وفي هذه المناسبة أيضا أن سمو الأمير كنت موجود عنده قبل لا أتي إلى هنا، يزف تهنئته للطلبة، طلبة خصوصا الطلبة الأوائل مراحل القسمية الأدبي والعلمي والمعاهد الدينية، ويتمنى لهم الدراسة جامعية موفقة. وأيضا في الحقيقة نحن أيضا كوزارة نزف التهنئة للطلابنا وطالباتنا، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم الجامعية، وإن شاء الله نراكم وتكون النسب المرتفعة أكثر وأكثر في سنوات قادمة إن شاء الله. وكل التوفيق للجميع إن شاء الله. وأيضا في هذه المناسبة أيضا نبارك لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الجابر أحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لتهنئتهم برمضان المبارك، وتهنئة الشعب الكويتي، وكل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة. وهذه المناسبة صارت مناسبتين، مناسبة النجاح ومناسبة التفوق ومناسبة الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير. شكرا
شكرا لحضوركم جميعا، وأيضا نجدد التهنئة والتبريكات لكل أبنائنا الطلبة الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا أسرهم، متمنين لهم التوفيق في خدمة هذا الوطن. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر معالي وزير التربية دكتور بدر حمد العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي، كذلك أيضا دكتور هيثم الأثري وكيل وزارة التربية ورئيس عام الامتحانات، وكذلك الأستاذ سعود الحربي وكيل مساعد للبحوث والنائب الأول لرئيس الامتحانات القسم العلمي، والأستاذة فاطمة الكندري الوكيل المساعد للتعليم العالي والنائب الأول لرئيس امتحانات القسم الأدبي والمعهد الديني. شاكرين كل الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية التي كان لها الدور الكبير أيضا في هذا التفوق، متمنين لكم التوفيق، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.